أكشن مع وليد الفراج. النصر محتاج مهاجم صريح، النصر مكتمل عناصريا، أفضل حارس وأفضل مدافعين وأفضل وسط، اللهم ما في مهاجم يخلص على طول صريح. أبو بكر بطيء، نبغى مهاجم سريع. الحمد لله نقطة مهمة خارج الأرض في ظل الغيابات المؤثرة في الفريق. الحمد لله الجمهور اللي زعلان على النقطة أقول له شوف احتياط الاتحاد وتعرف أنه المدرب معذور في خطته وتشكيلته، وبإذن الله الجاي أفضل. حياتي لك. كلام الأستاذ تركي صحيح 100%. تدفع فلوس زيادة لازم يكون إنجازاتك زيادة، هذا مو مستوى النصر. حبيبنا تركي الغامدي يقول النصر غير منافس على الدوري. النصر آخر 7-8 سنوات حقق 8 بطولات، للشباب وين عن البطولات؟ إليه يمكن 10 سنوات ما حقق بطولة، شكلكم ضيع بين الشباب والنصر. السلام عليكم. ردي على تركي الغامدي يوم يقول النصر بعيد عن البطولات 4 سنوات، صحيح، لكن الشباب وين عن البطولات؟ الشباب له كم، أكثر من 10 ولا 9 ولا كم؟ كم يا تركي؟ لا آسيوية ولا بطولات كاس ملك ولا دوري، يعني أزود من النصر. سؤال عطائر وسؤال جدا بريء لعبد العزيز الزلال ومحمد الشيخ. اتفقتوا أن الاتحاد أصبح أفضل من النصر رغم سيطرة النصر في 2013 لحد نهاية 2017، والاتحاد يمكن 2-3. الآن بهذا المبدأ هل أصبح التعاون عقدة للهلال؟ أكرر، هل أصبح التعاون عقدة للهلال؟ أبغى أسمع إجابتكم الاثنين. محمد الشيخ، أصبح التعاون عقدة للهلال؟ طبعا قبل لا أجاوب أن التعاون عقدة للهلال، هو يقول أنتوا اتفقتوا على أن الاتحاد أصبح مبعدا، رغم أنه بالفعل من 2018 وحتى اليوم بعد 9 مباريات يعجز النصر، ولكن لا، يعني ليس من المميز للاتحاد أن يكون عقدة للنصر، لا، الحقيقة أن كعب النصر أعلى من الاتحاد على مستوى البطولات وعلى مستوى التاريخ وعلى مستوى، يعني أنت تتكلم عن فريق على الأقل يملك 35 بطولة مع فريق يملك 25 بطولة، فيملك بطولتين آسيويتين، دوري أبطال آسيا، وأنت لا تملك أي بطولة. من كعب؟ أنت تقول النصر اتحاد. أنت تقول النصر قصد الاتحاد. أنت تقول النصر كعبه أعلى على الاتحاد، أنت قصدك كذا؟ لا 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 لا، انا قاعد اسال، اذا كنت قلت فيكون في سبق لسان. استغرب ابو خالد ارقام الاتحاد الان. اي لا لا لا، فاذا لا مقارنه على مستوى البطولات المحليه، لا مقارنه على مستوى البطولات الاسيويه ودوري ابطال اسيا بكل ما يعني الكلمه، دوريين ابطال اسيا، لا مقارنه حتى على مستوى البطولات الاقليميه. اين المقارنه حتى نقول والله ان الاتحاد اصبح عقده للنصر؟ هو تكريس للفارق بين الاتحاد والنصر، تكريس لا اكثر ولا اقل. وان تفوق النصر في فتره معينه، فالاتحاد قاعد يعيد الامور الى نصابها الطبيعي. ولو جينا بالفعل خدنا الدوري ككل، فالفارق يصل الى 10 مباريات بين الاتحاد وبين النصر، وبالتالي لا، من المعيب ان اقول، من المعيب في حق الاتحاد أن يفاخر الاتحادين نفسهم بأننا أصبحنا عقدة للنصر. ولا أعتقد أنه في اتحاد يحترم ناديه أنه سعيد بأنه فقط، لا، مش عقدة. بالنسبة للتعاون والهلال، لا، حينما تتكلم عن عقدة تتكلم عن مجموعة مباريات، تتمنى عن إسقاط من بطولات، تتمنى عن إزاحة من منافسة، تتمنى لا أن يحضر مباراة ويقيم 3 مواسم أو موسمين، لا، لا تتشكل هكذا من العقدة. وحتى لو جيت للاعب التعاوني وحنا عقدة ضحكوا على هالسالفة.